إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان الذي يعالج الناس بالرقية المشروعة من الكتاب والسنة أن يستعين بالجن ويحضرهم بأمر لا يخالف الشرع، ويخبرونه أين مكان السحر، ويعينونه على إخراج الجني من الإنسان، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز الاستعانة بالغائبين من الموتى والملائكة والجن. الغائب لا يجوز الاستعانة به، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. الاستعانة بالغائبين لا يجوز، إنما تجوز الاستعانة بالحي الحاضر، الحي الحاضر الذي يقدر على إعانته، هذا هو الذي تستعين به. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الغائب فالاستعانة به شرك بالله عز وجل، لا بالجن ولا بالشياطين ولا بالملائكة الكرام. نعم.